المشكله الحاليه ان رئيس النادي الحالي هو اللي عمل صدمات مع الناس. انا مش مينفعش تقعد تهني وانا اقعد ساكت. ما اكيد اهنت ناس كتير جدا، وعملت مشاكل مع حسام ابراهيم، عملت مشاكل مع رئيس النادي السابق، عملت مشاكل مع ناس نجحت المره دي. يعني هو لازم يتريس في الاسلوب بتاعه وطريقته ويعيد النظر في تعامله مع الناس والاسلوب. مش كل الناس دي هتبقى غلط وانت الصح. طب وكيف ترى تعامل ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق مع نادي الزمالك؟ دايما في ناس بتحب عملت حاجه وعايزه تحس ان هي عملت حاجه حتى لو غلط على حساب الجمهور. يعني انا لو بحب النادي على خلاص على حساب الجمهور. الموضوع المشاكل الماليه بايسه ليها دعوه بالفريق. النادي جاب مليار و400 مليون جنيه، مفيش مشكله ما يكون النزاع على 40 مليون جنيه او 50 مليون جنيه، دي حاجه تانية لوحديها القصه. ما نحاولش انا اصور هذه المواضيع لحاجه تانية. انا مين اللي بيدير؟ بص خلينا خلاص، من يدير الان وليس ممدوح عباس ولا احمد سليمان، يدير الاداره الحاليه. هل الاداره الحاليه لازم توفر كل المناخ وتيجي على نفسها، لان هي اللي بتدير العمليه وهي الطب وهي الموجوده، هي اللي جوه بتحمل اسم نادي الزمالك. طبعا. انا بحمل اسم رئيس نادي الزمالك، بحمل اسم نائب رئيس نادي الزمالك، بحمل عضو مجلس اداره نادي الزمالك. انا لعيب في نادي الزمالك دلوقتي زي ما اكون في لعيب اي لعيب في نادي الزمالك دلوقتي، لازم تصرفاته لازم تكون تحت المنظار. صح. انا بمثل نادي كبير جدا، ما ينفعش اروح اصرف في حته، ما ينفعش اروح اعمل مشكله. طبعا. ما ينفعش اتخانق مع ضابط بوليس في الشارع. طبعا. لازم اكون قدوه لجماهيري واسم النادي اللي بنتمي بيه. اكيد. فالناس الحاليين هي انا رئيس نادي او اعضاء مجلس اداره او عضو، حتى لو بحمل كارنيه نادي الزمالك لازم اكون ليا وضع. يقول لك ده عضو جمعيه في مشكله، ده عضو جمعيه في نادي الزمالك، لازم ندي مصدر حضاري للنادي اللي احنا بننتمي ليه كله. والميد اللي موجود الحالي الناس المسؤوله، الناس اللي بره دي انا راجل شخص لوحدي. فاهم، بس اللي جوه خلاص بقى. فاهم قصدك، فاهم قصدك. كل انسان ليه كرامته ووضعه، يعني ما تجيش على وضعه وكرامتي وفي الاخر انت تقول لا انا انت ما بتعملش حاجه للنادي. انت النهارده شوف الناس، اهدى بالامور شويه، ركز. انت لو نجحت ولا حد هيبص لك خالص، ولا حد هيتكلم. صح. اللي انت ولا حد هيتكلم، واحد انجح انت واعمل حاجتك وما تخشش في صراعات مع حد، ما تعملش مشاكل مع حد. غلطت في حد تقول انا غلطت في واحد، ايه المشكله ان الواحد يعترف بخطأه والكلام ده كله؟ حاجات كتير قوي ممكن كده. يعني الاداره فن وعلم، في الاخر الناس هتنسى. مع احترام الاستاذ محمود طاهر، طبعا الراجل عمل نتائج كبيره جدا مع النادي الاهلي، نقل النادي الاهلي ماليا وبذل مجهود وعمل فروع 6 اكتوبر وجاب ارض بتاع التجمع. صح. وعمل، انا بقول لك عمل سيوله غير طبيعيه في النادي الاهلي وسد ديون في النادي الاهلي. الناس النهارده قدام الخطيب دلوقتي هو اللي بيدير وهو اللي بيشوف وبيبص. هو محدش بيتكلم بقى، ولا المهندس محمود طاهر يطلع يرفع قضيه، ولا ده يتكلم فانا عملت وانا ده. ما هو الخطيب ما اساش محمود طاهر ولا اساش خلاص. ما طبعا ما انا قصدي، وحتى لو انا في الاخر برضو بحب النادي فمش ههزه علشان انا ما بقتش انت تتاكد دلوقتي. انا النهارده مسكت كريم، كان ناجح طول عمره في البرنامج بتاعه في الاستاد، كريم مشي. انا جيت احمد سلام مسكت كان كريم، ما اقعدش ابص بقى لكريم ورايا كان بيعمل ايه. طبعا. كريم دي صفحه، انا عايز اطور نفسي وابقى احسن من كده. صح صح. هو ده اللي النهارده مثلا الخطيب بيعمله. عارف ان محمود طاهر نجح وعمل، ومحمود طاهر ما فيش عارف ان حسن حمدي عمل. طبعا. عشان بضرب مثال بالنادي الاهلي ضمن الامثله، النادي محمود طاهر ما جه عارف ان حسن حمدي نقل النادي الاهلي كبيره جدا، قال لك لازم انقل انا النادي الزمالك الاهلي نقله ثانيه. اما جه محمود الخطيب شاف محمود طاهر جاب سيوله ماليه جامده جدا للنادي الاهلي، عمل فروع، جاب بطولات، لا انا هبص لمحمود طاهر، لا مش هنجح. صح. ارمي الناس كلها ورا ظهرك، ما تعدويش حد، ركز في النادي اللي انت بتنتمي فيه. الناس هتفتكر لك الحاجه الكويسه اللي انت عملتها والنتائج، مش هتتفق لك الصراعات والمشاكل وايقاف دوت وشطب دوت وشتيمه دوت، كل ده مش هيبقى موجود.